ولاية أم البواقي، حيث يحدث وأنت تتجول في شوارعها أن تصادف تاجر خضر وفواكه من نوع خاص، ذلك المعروف بالشيخ شبلا شباليطا، يشري باطل ويبيع باطل كما يردد على الدوام، بيد أنه ينثر السعادة على زبائنه وغيرهم ممن يستوقفهم سخاؤه وخفة ظله قبل أن يهرعوا لشراء ما يعرضه على سيارة متهالكة تروي حكايا كد وجد لتوفير اللقمة الحلال. نتعرف على التاجر السعيد بأم البواقي في هذا الروبورتاج الذي صوره مراسلنا الزميل زرق عبود وحرره المبدع محمد عمر ميلايني. محطة الشروق تتفرج من شاهد هذا البرنامج أحس الدمور أسيل أمور بالله يا غرامي بزي دمي. على حافة الطريق بأم البواقي يختار عبد الرشيد مكانا ليعرض سلعته إلى جانب عدد من بائعي الخضر والفواكه. يشري باطل ويبيع باطل يا شفيع يا ربي لا مال عليك. ولجلب زبائن أكثر يمارس الإشهار بطريقته الخاصة. بيع باطل يا 33 55 مشي 10% يطرق براسي رانسا. أيوا معكم الشيخ شبرا وقلب ما يبرا التاجر المتنقل يشري باطل ويبيع باطل شالا بلا يزمي سقد ما فيهاش يزمي يفرغ العشوة عشي في الدار متكسخ جاب 100 ولا 200 مهمش مو مخدم. أول حاجة كي تحبس عنده الروح الدعابة فوكا حتى كي يبيع لك حاجة موج مليحة تروح قانع يعني حتى يبيع لنا حاجة باي ويزيد عنده الدعابة يعرف كيفاش يبيع يضحك باله طويل ما يتقلقش منه يخلينا نخيره حتى كي كلعنا بطريقة احنا بعد راضيين. قبل الوصول إلى هذا المكان تتحمل سيارته المازدا حمولة كبيرة بل وتظهر قدراتها في الطريق بين الولايات. البارح تخبط 130 مع الكمين ربي يبارك 20 قنطار ديرك يا خويا ويسوق فيها شبليطها خبطها من هذا بير العتر يا ربي يبارك خيط للوادي الواد بسكرة جلفة يا خويا بعت 20 قنطار ودرت يا ربي يبارك 600 ليسونس ما شاء الله 600 مصروف احنا 1200 شوف اخويا ويشروا باطل ونبيعوا باطل ونرجعوا 1200. تتحمل المازدا الفاكهة والخضر وأيضا أغراضا يحتاجها الرحالة المعروف هنا بشبلة في بحثه عن مصدر رزقه حسب الموسم. معروف على مستوى ولاية أم بواقي تاجر خضر وندوره تلقاه مع الديسير أو يبيع في الديسير وقت الزرودية يبيع الزرودية وقت البصلة يبيع البصلة والحمد لله احنا وين تجينا الطريق رانا نقاريو عنده يعرف كيف يهضر مع الناس يعرف يستقبل الناس السوم ديما ناقص على الناس 3000 4000 5000 السلعه الله يباركك تشوف سلعه نظيفه ما هذا قول الشبره ما هذا سربيا بلا سربي مولا هربي سربي 10% احنا نبيعوا كلنا الغاشي 10% احنا نبيعوا 10 اهل الاهل الاهل الاهل. عادة ما يترك شبل المازدا ويذهب لتحية جمهوره. البعض يطلب صورة سيلفي ويلح آخر عليها. المهم هدفه نشر ثقافة الترحاب بين الناس. اهل الاهل لازم الدنيا كل ترجع اهل الاهل. لازم ترنجاو. عدوك بعد قول له اهلا حتى عدوك قول له اهلا جارك خوك حبيبك بن عمك جاطار بوليسي المهم مشي دعوة تمشي صباح خير يا مان تقاري تطلب ربي صباحك ترفه مع الناس هيك تضحك تجيب الزورني تاعك عندك تدي ما عندك تدي تشري باطل نبيعه باطل كل وزع المهم تفضل فياز هذا مكان تلقى مليون تلقى زوز تلقى ناقص من راس المال نورمال المهم مشي يعتلي شبلة سيارة المازدا ويطلق العنان لحنجورته التي تعودت على الغناء منذ سنوات. يا مرحبا بولاد سيدي سنوسي يا بابا. نتعرف على موهبته من خلال بحاته وتغيير طبقات صوته في كل طبوع. ونبيع الرمان
نعيش في الامان. هذه مش مالوف هذه. قلبي يا قلبي، قلبي يا قلبي، نشرو بلا شهو، قلبي يا قلبي، ونبيعو بلا شهو، الناس كل تاكل. نشرو بلا شهو، ونبيعو بلاش. غير الحاج اهلا. نشرو بلاش ونبيعو بلاش. حبات الرمان التي يوزعها على الزبائن عنوان لكرم خضار يسعى لاقتسام المذاق الطيب مع زبائنه حتى ولو لم يشتروا منه. لكن من هذا الذي يقترب من المازدا ولا يبتاع فواكه الرجل البشوش؟ قالت خونا الشبرا شلا بالا، اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل. هذا راهو في الزوالي، اللي عنده شعار شبلة، اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل. ربي يحفظنا. ولي بري نتاعو في متنام الجميع. الوطني. طبعا لا يفوت شبلة تحية الدرك الوطني. هو يعلم أن سيارة المازدا قد تفعلها به يوما ما في الطريق أو قد يواجه مشكلا لا يتحمل مسؤوليته. أما أنا شتي نتحرك مع الناس نهار طول، أنا نفيلمي ما نحبسش. كاين في خلق روحي نفيلمي. ريزو في المخكبات. أي دور نخدمو، شايب كبير صغير، بوندي، ناس ملاح. أدوارك على بالك. هنا نبيع ونشري، نخدم قطع أدوار. لوح ومولاها ربي لوح. إبليش. شبلة يزن للزبائن ويضيف دائما حبة رمان. أما سيارته التاريخية تبقى فاتحة فمها، فطول الطريق أتعب محرك المازدا رغم سمعته الطيبة بين المحركات العالمية. قرنا عبد الرشيد بأم البواقي، نموذج لخضار أثبت أن التجارة هي أيضا الابتسامة في وجه زبون، وبها وحدها يمكنك بيع الرمان شرط أن يكون حلو المذاق. يا مرحبا يا ولاد سيدي، سنوسي يا باب سماعة سماعة. الحمراء الفوق والزرقاء تحت، الحمراء الفوق والزرقاء تحت، الحمراء قوي على الزرقاء.